السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار إن شاء الله غنقدمو واحد الموضوع ديال هل تنام الأرانب وكم ساعة تنام وكيف. يعني كلنا كنبغيو هذا الكائن الصغير المحبوب اللي سميتو الأرنب، ولكن دائما كنلقاو العينين ديالو مفتوحين، وتا واحد ما كيفهم منا يعني واش هاد الارانب كينعسوا ولا لا. هذه فكره معمري ما طرحتها يعني المشاهدين، ولكن بحثت في هذه القضيه هذه، واش كينعس الارنب وشحال شحال كينعس من ساعه. في الحقيقه كل الحيوانات الاليفه تنام، ولكن كتنام يعني تنام باسلوب مختلف، كل وحده كيفاش الطريقه ديالها. فبالنسبه للارانب فكل اعمار يعني كتنام يعني كتنعس، سواء كانت صغيره او البالغه كتنعس الارانب. هذه ما يمكنش ان شي كائن يعني ما كيغمضش ما كيرتاحش، غير هو كتختلف من 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 من, من كائن لكائن. فوقاش كتنعس الأرانب؟ كتنعس في الليل وكتنعس في النهار، إلا أنها كتكون نشيطة في الصباح، الصباح الباكر. إذا عندكم الأرانب كتلاحظوا أنهم في الصباح الباكر كتحسوا بهم حيويين بزاف وناشيطين. وكاين واحد الفترة أخرى وهي الفترة ديال البداية ديال المساء، منين تشوفوا البدايه ديال المساء كذلك ما كينعسوش، كيكونوا نشيطين. اذا كل مربي يلاحظ شيء غريب، وهي انها الارانب ديالو ما كتغمرش، يعني وهذا الشيء بحال اللي كيخليه في واحد الحيره، كيقول يعني واش راهم ناعسين واش ما راهم ما ناعسينش. السر في القضيه ان الأرنب كيكون هادئ، ولكن العين ديالو ديما مفتوحة. علاش؟ لأنه تحسبا لأي خطر غادي يجيه كيبقى حال العينيه. إذن هاد القضية هذه كما قلنا كتسبب واحد القلق وحيرة لكل مربي ديال الأرانب، حيث يعتقد البعض أنها الأرانب لا تنام، ولكن أخي المربي لا تقلق، يعني فهذا الطريقه هذه هي اسلوب ديال الارانب عند النوم، فهي تنام وعينيها يعني تختلس او تسرق النظر، فقط انها تختلس النظر. يعني هي راها فايقه ناعسه عفوا، ولكن كتحس باي اخطار، يعني هي خايفه من اي خطر متنوع يقدر يجيها. اذا الارانب مثلها مثل الانسان، كتنام كتنعس بحالو بحال عدد السوايع اللي كينعسها الانسان راه كينعس تقريبا 8 السوايع في اليوم. ولكن الفرق ما بين الارانب والبشر وهو ان الانسان كينعس هذاك يعني 8 السوايع كينعسها متواصله بعضياتها، يعني كينعس في الليل كيفيق مع الصباح، صافي هذا هو او كيدير قيلوله في النهار. اما بالنسبه للارانب لا، هي كتبقى كدير واحد 25 دقيقه فقط الى لقات يعني الراحه. هي في الحقيقه ما كتغفاش لان هي خايفه، 25 دقيقة تقدر تنعسها في الليل، يعني غير كتغفو واحد شوية، كتغمض واحد الغميضة خفيفة، هي بمثابة قيلولة، هي كدير قيلولة، ولكن هذيك 25 دقيقة كتبقى تقطع منها حتى كتكمل حتى هي 8 السوايع. إذا الأرانب حتى هي راه كتنعس بحالها بحال الكائنات كلها، غير هي أنها الخوف ديالها كيجعلها أنها تنعس عدد السوايع بحالها بحال الانسان، غير هما هذاك عدد السوايع كيكونوا متقطعين، يعني ما يمكنش تنعسهم في خطره تحسبا لاي خطر غادي يجيها، كتبقى مسكينه كتفيق وتنوض تفيق وتنوض باش تحمي راسها، انها ممكن انها تهرب، ممكن انها تنوض تاكل شويه، المهم
كتكون ديما خايفه. إذن الجواب ديال هذا السؤال هذا النهار وهو انها كتنحس بحالها بحال الانسان، غير هي يعني كتنعس 8 السوايع، غير هي ديك 8 السوايع كتنعسها متقطعه على طول النهار، ولكن في الليل كتنعسها اكثر لان ما كيكونش مضايقها شي واحد، يعني كتحس بواحد فتره ديال نقولوا ما كاينش شي واحد اللي غادي يقلقها، كتنعس اكثر. وهي الاكثر فوقاش كتسد عينيها 25 دقيقه فقط. اذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، كنتمنى انه يكون تكون فادتكم هذه الحلقه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.